قال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بأن فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعد إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات البحرين الحافلة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة في ظل النهج الإصلاحي الشامل والسياسات الحكيمة التي تبناها عاهل البلاد المفدى في عهده الزاهر، التي لقيت كل الدعم والمساندة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر وبمؤازرة سمو ولي العهد. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن انتخاب البحرين بهذا الاجتماع الكبير يعكس ثقة المجتمع الدولي بالسجل البحريني الحافل بالإنجازات في مجالات صون الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.